اول حاجه عندنا وصفه جميله جدا هنعملها بزيت عافيه، طبعا زيت العباد. خلينا نشوف ازاي نقدر نعمل المكرونه. عندي مكرونه صدف بجيبها وببدا ان انا اعمل لها صوص جميل جدا، وعباره عن ايه بقى؟ انا بجيب عندي اللحم، ممكن اعملها سمك بس، ممكن اعملها بجمبري بس، ممكن اعملها اللي هو بلحم الكابوريا، ممكن، بس اهم حاجه تبقى كله لحوم ما تبقاش فيها عظم، تمام؟ بس انا سايب اتنين المسلز دول اهم، وعندي واحده كابوريا كده سايبها عشان ايه؟ احطها ديكور من فوق، جميل. لكن الباقي كله انا ده اخطبوط قدامك اهو مقطعه، عندي مكعبات سمك فيليه، عندي كاليماري مقطعه مكعبات صغيره، عندي كابوريا، عندي تلات او اربع جمبريات كده صغيرين، أو أربع جمبري مقطعهم، هقطعهم مكعبات صغيرة عشان هبدأ إن أنا أحطهم عندي في الصوص. عبارة عن إيه بقى الصوص بقى؟ عندي زيت عافية، وبعد كده عندي دقيق، وعندي حليب، عندي هحطه على النار، وبعد كده ببدأ إن أنا أعمل لها الخلطة بتاعتها، وقدام حضرتك المقادير اكتبيها، وتعالوا نشوف نركبها مع بعض. هستنى طبعًا أي أسئلة أو أي استفسارات على أرقام التليفونات اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، 1710 من أي تليفون أرض محمول، أو 0900 917 من أي رقم أرضي، او من اي رقم دولي قدام حضراتكم. لو اي حد عنده تهنئه يتفضل طبعا يقولها لوالدته طبعا، وكل سنه وكل امهاتنا بخير وسعاده، والاسبوع ده اصلا كده كده احنا مخصصينه تمام لعيد الام، وان شاء الله يوم السبت هيبقى حلقه خاصه جدا 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 تنتظروها باذن الله، هتبقى مفاجاه باذن الله لكل امهاتنا، ويا رب نقدر نسعد الناس كلها. يعني هو ده اللي نفسي اعمله، ربنا يخلينا طبعا نحسكم في الدنيا، ويخلي يعني يخلينا بركتكم اللي بتبقى ماليه في كل مكان في الدنيا. فكل سنه وكل امهاتنا طيبين. خلينا نشوف اول حاجه، باخد عندي الحليب وببدا ان انا احطه عندي على النار، ادي لتر من الحليب تمام، واسيبهم يغلي عندي. طيب بعد كده بجيب عندي طاسة عندي على النار، وببدأ ان انا نحطها عندي عشان هنبدأ نعمل الخلطة الجميلة جدا اللي انا هنعملها بالفواكه البحر المشكلة. عندي اول حاجة ايه بقى؟ اخد الكلام ده كله، طبعا في كيس هتلاقي فواكه البحر موجود بس بالعظم، انت تاخدي منه اللحم على قد ما تقدري، او لو عندك سمك وكاليماري بس هيشتغل، لو عندك سمك وجمبري برضه هيشتغل معاكي الطاجن اللي احنا هنعمله ده، بس طبعا لما يكون الحاجه فيها ميكس بيكون افضل بكتير قوي. دلوقتي ببدا ان انا اديها التتبيله بتاعتنا، بحط عندي شويه ملح، بحط عندي معلقه مستارده، ادي المستارده بتاعتنا، احط عندي معلقه كبيره كده حلوه، بعد كده بحط عندي ثوم مفروم تمام، ادي الثوم المفروم، بعد كده بحط عندي عصير ليمون، بعد كده عندي بحط عندي الكمون، بحط عندي شوية من بهارات السمك كمان، وبعد كده بقوم واخد عندي شوية شطة صغيرين قوي، بلاش شطة عشان ما نعطش عشان الناس ما تطفش مننا، وشوية بابريكا تمام، وبعد كده ايه احط عندي ايه سن زيت العباد عافية تمام للتتبيلة، لزوم الايه التحبيش ولزوم الشغل العالي. اقوم رايح واخد عندي عشان اعمل الصوص بقى، مش هنعمله لا بسمنه ولا بزيت، اهو بزيت عباد عافيه هناخد منه شويه ونبدا ان احنا نعمل الايه الصوص بتاعنا الخفيف الجميل. الطاسه عندي بتبقى سخنه عندي على النار، وعندي خلطه السي فود الميكس دي موجوده زي ما انت شايفه كده قدام حضرتك، جميل حلو الكلام. الله ريحه الاسماك مع التتبيله بصراحه جامده قوي. اهو ادي يعني الحاجه هي تمام يا حمدان، الحاجه هي خلاص الاسماك هي تمام التمام، بتبدا اللي هي تستوي معايا، بعد كده ابدا اديها دقيق. عندي الحليب هنا لو بصينا عندي على النار اهوت قدام حضرتك اهوت بدا يغلي معايا، نمشي خطوه خطوه كده. طب نقدر نعملها بالجمبري بس؟ ينفع بنفس التتبيله ديت. عندي بقى ايه بقى؟ كروت، بصل اخضر، خلي طعمهم حكايه تمام، ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. الله الله بص الطعم ده، دي عايزه لقمه عيش بس وناكل مع بعض بيها. دقيق، حط عندي بقى معلقتين اتنين دقيق عليهم، جميل، وما نقلبش الدقيق ايه كتير يا باشا،
بلاش نقلب الدقيق كتير. بص كده عملت ازاي بالطاسه كده، وتبداي انت تتحركي الموضوع كده بس، لان لو قلبت الدقيق اللي هيحصل هيعجن مني وانا مش عايز يعجن. نقوم واخدين الحليب السخن يا باشا كده ونازلين عليها صلاه النبي عليها كده من فوق يا باشا، ونبدا ان احنا نقلب الخلطه دي. تمام. نقوم مقلبين كده ونسيبها عندي تبدا تتقل عندي على النار. هنا بقى في حاجه، الصوص ده معمول بايه؟ زي ما اتفقنا بزيت، بزيت عافيه، زيت عباد. طب انا لو لقيت عندي بص ده خفيف كده، ايه الحل؟ اسيبها على النار تغلي؟ لا، ما هي تتهري معايا. بجيب ايه بقى؟ بص معلقه دقيق هنا في بوله زي دي، تمام، واقوم حاطط عليها شويه زيت صغيرين، معلقتين، واقوم مقلب الزيت ده مع الدقيق، تمام، ولا تعملي عامل ربط ولا اي حاجه تاني. اهم اقلب الزيت ايه مع الدقيق كويس جدا، شايفه ازاي؟ واقوم واخدها كده واقوم موزعها عندي على الصوص نفسه، واتفرج يا باشا على الخليط هيبقى عامل ازاي. بص بقى عامل ازاي، ربط معايا بقى زي الفل اهو، خفيف جدا. لو عايزه تشتغليه بشكل صحي اكتر ممكن تشتغليه بحليب خالي الدسم لو عايزه تشتغليها. تعالوا بقى نشوف عندنا ايه بقى. قوم واخد ايه بقى، بص بقى ما شاء الله المنظر عامل ازاي. ننزل عندي بالمكرونه الصدف ديت عليها كده من فوق. الله الله الله، نقلب يا باشا الخلطه ديت كلها ايه مع بعضها. يلا يا باشا اعمل ايه بقى بعد ما المكرونه ديت عندي كلها خدت الخلطه دي مع بعضها؟ بقوم جايب عندي اهو قدام حضرتك ده، واجيب عندي اللوش وابدا اجيب عندي الاطباق بتاعتنا، اطباق راك زي ما اتفقنا. وقلنا قبل كده اطباق راك اطباق طبيعيه 100%، اطباق تستحمل الفرن تخش على درجه حراره 250. يعني ممكن اخد الطبق ده احطه كده على النار واشتغل عليه الحاجه، يعني ممكن اخد الطبق ده على ضمانتي مش هيحصل اي حاجه، ولا وحتى لو شعله مش كهرباء ولا عمره هيحصل له اي شيء نهائي. ممكن اخده من الفريزر واخده احطه في الفرن على درجه حراره 220. يعني بص الصدمه بتاعه الحراره اللي هو من الفريزر للفرن مش هيحصل له اي حاجه، ده هاخده واطجن فيه. انت لو تلاحظوا من ساعه ما تراك معايا في البرنامج انا ما بطجنش في اي طواجن خالص، هو بالنسبه لي الطاجن. والاطباق قدام حضرتك اللي احنا بنستخدمها كل يوم، اللمعه اللي فيها والشياكه اللي فيها زي ما هي، لان الحاجه ديت لو مش مكونه من منتج طبيعي صدقيني الموضوع هيبقى ايه في صعوبه. هناخد عندي بقى المكرونه بسم الله كده ونقوم حاطينها. وبعد كده نقوم واخدين عندنا ايه الميكس جبن عليها من فوق. واقوم جايب عندي جبنه مكعبات ونقوم حاطين عليها الف هنا وشفا على كل ايه الاطباق ديت، طبق سي فود محترم بالمكرونه. ونفس الكلام هبدا ان انا اجيب عندي على الاطباق الصغيره واغدي الفرن على ما ياخد الوش بتاعه، ولمعه من الحروف كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي شوائب عليها، لان لو الحروف ديت انا سبتها مش نظيفه هتعمل سمار وهتعمل حاجات كده غامقه، فانا بنضفها الاول قبل ما ادخلها الفرن. الموضوع خرج من ايدي، طاجن يعني يتحدث عن نفسه. خلي بالك حطينا بلح البحر كده من فوق، حطينا الكابوريا اللي هي الصحيحه، الحاجات اللي هي السليمه دي حطيناها من فوق، فبتدي طعم حلو كمان وبتستوي بتكمل التسويه بتاعتها. نطلع يا باشا وعايز اوريك الجمال بتاعه الطبق، الطبق راك اللي احنا بنطلع فيه اللمعه زي ما هي في الطبق. فانا بكلمك للناس كتير اللي بتتكلم عن موضوع الطواجن والحاجه
الطواجن صحيه ولا مش صحيه، استخدمي ده على ضمانتي الشخصيه، مفيهوش اي مشكله خالص. يعني طبق تستخدميه وتدخليه الفرن وتقدميه على السفره كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول واحد، ادي التاني، مين جاي؟ ادي التالت. بلح البحر يا باشا وشغل عالي.